ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الاحد 20 نوفمبر تشرين الثاني 2022. بالنسبة لك النهاردة يا اسد، افكارك مطلوبة جدا في اليوم ده. الطاقة عندك ممتازة، هيبقى فيه تواصل حلو جدا ومشاركات حلوة مع كل الاشخاص اللي حواليك. هيبقى فيه المحادثات اللي حواليك وحوالين كل شركائك مثمرة جدا ومهمة جدا في الفترة دي. هيبقى فيه تناغم مع الشمس والمشتري واضح، كل ده هيساعدك علشان تفتح قلبك وهينتج من العبور ده طاقة متدفقة حلوة جدا. هتبقى بتتعلق بالأسرة وبكل العواطف اللي عندك اللي هتسود روحك بشكل تقدمي أكبر. كل الأفكار والحلول الحلوة والجديدة في مستقبلك القريب ممكن تبتدي تشعر بقدر كبير من الحماسة في يومك. عندك شعور رائع بالدعم هيبتدي يرفع كل حياتك العاطفية والشخصية، علاقاتك الحميمية وكل الأمور العائلية والمنزلية في حالة مناسبة جدا ليك. هتكون انت متشوق جدا علشان تضع كل المشاكل دي في استياء واضح وما تندمش خالص عليها، مع انك هتطبق في العبور ده بشكل ايجابي اكتر، لكن لازم تضع كل اعتبارك في الحاجات اللي ممكن تبقى مستعد انك تحسن بيها كل ايامك في حياتك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيقضي القمر يومه في الميزان، هنبتدي من خلاله نسعى علشان ننسجم اكتر، هيبقى عندنا توازن افضل، هيشير كل ده لارتباطنا بالمريخ وزحل لنهج كبير ومعتدل في الفترة دي لكل عواطفنا، كل تفاعلاتنا ممكن تبقى مفيدة جدا ومرضية جدا لينا على مدى طويل. مع كل ده الشمس والمشتري بيشكلوا مثلث ثلاثي الأبعاد مع بعض في اليوم، كل ده هيشجع رغباتنا علشان نتوسع أكتر. احنا على استعداد علشان ندي لنفسنا شوية ميزة بعيدة عن الشك، هيتزايد الحماس والتعاون اللي هيجيلنا بسهولة في الفترة دي. العبور النهاردة هيحفز الأمل اللي عندنا والتفاؤل والرغبة في أننا نحسن إرادتنا والإثارة اللي بنواجهها. هنبتدي نسعى علشان ننمي مشروع وعلاقة أو حتى معرفة أو حتى فلسفة شخصية برنامج من خلاله هنحسن نفسنا. هنقوم بإيماءات كبيرة جدا وملفتة جدا هنرتفع من خلالها بسهولة نحو أكبر المشكلات اللي بتعتبر عندنا، وأي اختلافات تافهة هتبقى مش بنشوفها قدامنا. التفاؤل والثقة عنصرين أساسيين في طاقتنا للعبور ده.